السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم جبت لكم وصفة من الوصفات المحبوبة اللي تحبوهم، وصفة تاع الصابلي. العجينة كنت ديجا حضرتها في القناة عدة مرات، وراه عندي بزاف تاع العجائن، أنواع تاع العجائن تاع الصابلي. هذه تاع اليوم اللي راني ماشية نخدم بها، فيها 125 غرام تاع زبدة التوريق، 125 غرام زبدة عادية، 200 غرام سكر أو كوب، 150 مليلتر زيت، كيس ملعقة صغيرة من اللافاني، رشة ملح، والفرينة يدخل فيها حوالي 700 حتى 800 غرام، والبيض بيضتين أو بيضتين زائد صفر بيضة. نبدأ على بركة الله. أنا العجينة حضرتها ديجا باش هكذا الفيديو ما يجيكمش طويل، واليوم أنا راني خليتها ريحت وراني ماشية نبسطها. نحتاج لهذا المول، أنا راني ماشية نخدم به، نهضر لكم غير على هذا المول. أنا هذا المول ما يباعش، أنا هذا جاني هذا الشكل، حبيت نخدم هذا الشكل، دونك خدمته عند الراجل. كاين هذاك لي سودي سواني يخدمهم هنا، الناس اللي يسكنوا في تلمسان راه ماجي في الهبطه تاع الحاج علال اللي كان بكري يبيع الخبز من جهه الجوطيه في المارشي تاع الخضر والفواكه اللي في البلاد، اللي فين يبيعوا لي بورطاب من تما وراكو هاودين يخدم لكم المول اللي تحبوا. هذه هي معلومه. الان نمشي نبسط العجينه باش نقطعها بهذا المول. دونك نبسط العجينه، ما تعملوهاش خشينه بزاف، عملوه 2 أو 3 ملم، عملوه رقيق بزاف، لأن حنا مشينا نلصقو 3 طبقات. نقطع بهاد القطعة، أنا اختاريت هاد الشكل وانتوما الشكل اللي تحبو، أنا حبيت شوية نبدل وما صبتش هكدا المول في هاد الشكل، نصف دائرة صغيرة. راني نسخن الفرن على درجة 160 درجة مئوية، نعملهم في صينية تكون مفروشة برق الطبخ هكدا باش ما يغبنكمش وما يفسدلكمش السواني، ونطيبوه لون ذهبي خفيف ونخرجوه نشوفوه بعد ما يطيب ان شاء الله. وهذا هو القطو بعد ما طيبته لي صابلي تاوعي بهذا اللون ذهبي خفيف. انا شوفوا راه عندي هذا المول لاني خدمت عليه هذا المول تاع الحديد. منتوما ما تلتزموش بالمول نتاعي، ما تلتزموش المول اللي يكون عندكم خدموا به بهذه الطريقه. ما كانش عندكم مول تاع السيليكون عملوا وحده مع وحده وكلاصيوهم نورمال بالشوكولا، ما تعملوش المول. الا ما كانش عندكم المول ما تقيدوش هكذا باش ما نصعبش عليكم الاخوات. شوفوا هنا باش نعملوا هاد الطبقه اللي تجيبين الصابلي والصابلي، نتمشى معكم غير بشويه بشويه باش تفهموا. رفدت عبر تاع كاوكاو محمص ومطحون، وعبر تاع اي نوع من البسكويت بتيبا ولا بيمو ولا طحنوه كذلك. نعكرهم بالمعجون، هنا سوا تعكروهم بالمعجون سوا تعكروهم بلاجولي، هادو نخدمهم معاكم ونعاود نوليو للتزيين. عبر تاع الكاوكاو وعبر تاع بسكوي نخلطهم ونعكرهم بالمعجون. وهذه هي لاباط داموند او عجينه الكاوكاو اللي تحصلنا عليها، تكون هكذا باش نقدروا نبسطوها. نعمل هكذا زوج تاع لي بلاستيك، نعم نبسطها باش نعملوها بينات هذاك لي صابلي، بين الحبه والحبه تاع الصابلي. شويه نغير مغاير ويجي بنين، خاصه الا استعملتوا فيه جوز او بندق، ما تعملوهاش خشينه بزاف. ونقطع بنفس القطعه اللي قطعت بها الصابلي. نحتاج هنا كذلك شوكولا للطلي باش نلصقوا هاد الطبقه مع الصابلي. بايزون هنا نعملوا شوكولا للطلي اي نوع يكون عندكم بين الحبه والحبه. شوفوا هاد الكاطو سمره فيه يصوالح، شوفوا البناء بوحدكم بالاشياء اللي راه فيه تعرفوا بلي يجي بنين بزاف. حنا نفتشو غير الصابلي ونعملهم لكم، نعملهم لكم شابين يجيو هما وشان. واللي راهم حابين الوصفات بالنسبه كي حطيت الوصفه الاولى تاع الحلوه تاع الصابلي، بوغتو هذاك الصابلي ما فيش حاجه كبيره، خدمناه بالكاوكاو والله غير بالكاوكاو وجا بنين بزاف. بزاف لي قالوا لي ما مكلف، بصح كاين عندي وصفات لي يحبوا لي صابلي، كاين عندي تاع الصابلي بالماء هذاك اقتصادي اللي ما يجموش، كل واحد ويحسن عونه وربي يرزق الجميع ان شاء الله. هكذا على هذا الشكل، دونك هادو نكملهم هكذا وندحيهم في الثلاجة مده 3 سوايع باش كي نكلاصيوهم يجينا الكلاصاج مليح وخفا ينشف. بعد ما لصقت الحبات وخليتهم في الثلاجة انا تركتهم 3 سوايع، الان ذوبت شوكولا بالحليب ونكلاصي الحبات تاع الكاطو تاوعي، نحطهم انا كيما لاحظتوا معايا توجور حطها على بابي هكذا كويسون، وكاين اللي تحب تحطها على لاكغي تحطها على لاكغي، انا نفضل هكذا على بابي كويسون خليهم ينشفوا.
نكمل كامل الكميه اللي راه عندي ونعاود لكم. ملاحظه هنا البنات، هذه لاستيس مدتها لي هذه صاحبه اللي تخدم الحلويات، صاحبه الوصفه، وهي اللي تخدم الحلويات للناس. الكاطو كي تلصقوا حبه مع حبه وتدحيوه في المجمد او في الثلاجه، كي تغلاصيوه بالشوكولا خفا ينشف لكم، خاصه الا كانت الحراره وكنتو تخدموا كوموند فيها بزاف. هذه من بين لي زاستيس اللي مدتهم لي. انا نمشي للتكميله تاع الحلوه تاعنا. انا اختاريت هذا المول، انصاف الدائره شريته، وهذيك هي خدمت له المول تاع الحديد، ما صبتهمش متواجدين هنا. اللي يكون متواجد عندكم مش هكذا البنات ما تقولوش مكلفين. انا رفدت بيستاش، رفدت الورد الحر، ورفدت هذا الكرز المجفف، وهذو لي فخوي كذلك لي كونفي. اللي يكون عندكم، اللي يكون متواجد عندكم عاملوه. نقطع هذو لي فخوي هكذا كونفي الكرز، هادو يتمشاو مع بعض، والبيستاش والورد نعملهم مع بعض، حطوهم هكذا في المول في القاعده، تعملوهمش هكذا حبه صحيحه، مقطعين باش يجيو الالوان عندكم مش ماشيه، بس عملوا مش ماشيه، بس المهم يكونوا عندنا الوان، اختلاف الوان. ونحتاجو الشوكولا بيضاء كنت ذوبتها الحمام مائي. وهنا نعمل الورد ونعمل البيستاش شي يجي هذوك الالوان. شوفوا هنا عملت لي سيريس كونفي مع لي فوي هذا الكونفي، فيهم الاخضر والاحمر والاصفر هكذا. ونكب هنا الشوكولا البيضاء، نفرغ الشوكولا البيضاء. نسرحوها هكذا باش تعطي، باش يجينا داك الشكل هكذا، يجينا املس، ما خصناش حنا نطلعو على هذا الشكل. قبل ما تنشف الشوكولا نحطو الحبه تاعنا تاع، شوفوا الجهه اللي هكذا الفوقانيه هذيك نحطوها هكذا، ندخلوها في المول. علاش استعملت المول تاع السيليكون؟ شوفوا ما تضغطوش بزاف هكذا من الفوق، حطوهم فقط. شوفوا حنا خصنا غير الوجه يجي مغطي بهذيك الشوكولا البيضاء، وهذوك اللي المكسرات والورد اللي هذا اللي عملناهم. بنفس الطريقه نكمل ونعاود نشوفوهم كي يجمدوا. وهذا هو الكاطو تاعنا كي نديمولي وحده، والشكل تاعو انا اختاريت هذا الشكل. نشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو تاعنا، كاطو صابلي لكن عملناه بشكل راقي واكيد بنين بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه باش هكذا تعرفوا علاش راني نهضر لكم. حاجه بنينه بزاف، خاصه كي عملنا فيها هذا التزيين جديد الحلويات 2019. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، ونتمنى لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.